هلا عادل. هلا بدأت التسجيل أستاذي. أهلا وسهلا بك أستاذنا. وأهلا، تحياتي لأستاذنا وللمشاهدين والمستمعين الكرام. نعم، اليوم أراد أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ أن يتعرض لبعض الآيات اللي طرح عنها أسئلة، وسوف أعرضها عليكم ثانية واحدة، لازم أحطها على جنب هنا، لازم أحط النصوص على جنب عشان أعرف أعرضها عليك. أيوة هنا، ثانية واحدة، ملتحدا هنا، ثانية واحدة، وقاعد برتب الكمبيوتر. أيوة، أول كلمة اللي أستاذنا كان عايز يشرحها هي كلمة ملتحدا. حنفرجيكم الآية، أشارككم النص، وهيك أنتم تتابعون. أستاذي، هل شايف الصفحة؟ نعم الآن. إذن هي الآية التالية اللي بتقول واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تحب أقول لك شو أنا كتبت تحت ملتحدا مشان تشوفوا أنت تكملوا؟ نعم، فإذا ذكرنا المرة الأخيرة أنه المعنى هو المنجأ، ولكن لم نشرح هذه القراءة بالدال. أيوة. حبيت أن أتأكد من المخطوطات إن كان هناك خطأ في النقل، لكن لا، كل المخطوطات واضحة، يعني إن كان في الرسم الحجازي أو الكوفي. وليدة فتشت عن مخرج عن طريق السرياني، فإذا فعل لحد لا وجود له بالسريانية، ولكن لازم نعرف أن هناك إمكانية قلب الكلمة، ووجد الحل في القلب. فإذا الفعل بالسرياني ليس لحد وإنما دلح، وأثرت ليحة يعني مكان ظليل أو ذو ظل. أيوة، بمعنى الملجأ. ملجأ. هذا أيوة. المعنى الملجأ. أيوة. ولكن الفعل سرياني ومقلوب، والتعبير هو أثرى دليحة. أيوة. مكان دليح أي ظليل. ظليل. فأنت كيف إذا نحن نبكيها على العربي ملتحدا؟ نعم صحيح، القراءة صحيحة. أيوة، إذن أنت لكن الفعل غير معروف للعربي لحدة. طيب، ولا علاقة لا بالإلحاد ولا الملحد. إذن أنت تقول هذا الفعل إذن هو من السرياني لكن مقلوب. نعم. عن شو الاسم؟ عن دلحة سريانيا. دلحة. فأنت بتبكي على الكتابة العربية، ولكن بأي معنى؟ بمعنى الملجأ. ملتجأ صحيح. نعم، احنا كتبنا هنا، شوف أستاذي، أنا ذكرت في الهوامش كما ترى ملتحد، جاءت هذه الكلمة مرتين في نفس العبارة ولن تجد. نعم. أجد من دونه ملتحدا، يعني هي فقط بين تجد وأجد، ملتحدا بمعنى ملجأ وملاذ. نعم، القراءة صحيحة، ولكن نعم. الفعل سرياني لكن مقلوب. نعم، إذن المعنى هو ملتجأ. هذا المعنى صحيح. المعنى صحيح، والأصل هي كلمة سريانية مقلوبة. نعم. حلو جدا. إذن أنت تخليت عن فكرة ويقرأها لوكسمبرغ ملتجأ. أنت تقرأها. لا، مش يقرأ، يشرحها بمعنى، لكن مش يقرأ ملتجأ. أوكي إذا نحن حكتبها
ويفهمها لوكسمبير بمعنى ملتجأ. نعم. حلو جدا. هذا عن سورياني، عن طريق سورياني. عن طريق السرياني. والفعل السرياني يعني ظلل أو مثل هيك. نعم، ظلل يعني مكان مظلل ظليل، أثر دليحة، دليح بمعنى ظليل، ظليل أي مستور. حلو حلو جدا. إذا هذا أول شيء، إحنا تكمل لحلقات سابقة ذكرنا فيها كيف يقرأه أستاذنا، وهنا يبقي على الفعل ملتحدا القراءة العربية بمعنى ملتجأ، وأصلها هي من فعل يعني ومقلوبة عن فعل السرياني بمعنى مكان ظليل. صحيح. حلو جدا حلو جدا. هلا الموضوع الثاني اللي حبيت تتكلم عنه أستاذي الفاضل هو الخيط الأبيض، مش هيك؟ نعم. الخيط الأبيض، الخيط الأبيض، أيوة كويس، الخيط الأبيض، وأنا سأبحث عنه في الكتابة اللي أمامي. أيوة. هنا يا أين صار هنا؟ أيوة هنا هنا حنقرأ لكم، هو النص طويل، وهنا حتى في أمور أخرى حاب يشرحها باشروهن. أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا كتاب ابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هل أنت أولا تبدأ أستاذي بكلمة باشروهن، مش هيك؟ نعم. كيف فهموا باشروهن؟ ما معنى باشر هنا في هذا النص؟ أنا أعطيك أنا ماذا كتبته أنا يا أستاذي، وأنت تصحح اللي إذا مش معجبك اللي أنا ذكرته. هذه 96 المعذرة، 96 96 96 هنا كلمة باشروهن، تباشروهن هنا يعني جت مرتين، هذا الفعل جاء هذا الفعل فقط في هذه الآية بمعنى خالطوهن واغشوهن. نعم، ولكن القراءة خاطئة. تفضل، أنت كيف تقرأها؟ كما رأينا مرات كثيرة اعتبروا العين السريانية ككرسي عربي، مثلا في كلمة ببدر وهي بعذرة يعني بمساعدة سماوية مؤلفة من 3000 ملاك. فإذا هنا نفس الشيء، العين السريانية اعتبروها كرسي وحطوا نقطة من تحت أصبحت باء. طيب، فعلينا أن نقرأ عاشروهن وليس باشروهن، هذا اقتراحي. أها أوكي، هو أجمل حتى عاشروهن ولا تعاشروهن، لأن باشرة لا تعني هنا باشرة، إحنا بالعربي يعني بدأ بشيء. نعم، بادرة بمعنى بادرة، لا مش ممكن يكون له هذا المعنى باشرة. أيوة، فعاشر يعني ابتدى، يعني أنت تقول بدل الباء هي عين، لازم عين سريانية. عاشروهن، حلو جدا حلو جدا. أها، هاي تصحيح مهم
إذن افهموا مني، باشرهن أو تباشرهن في نفس الآية، جاء هذا الفعل فقط في هذه الآية بمعنى خالطهن واخشوهن. طب أنا بدي أشوف لك أستاذي إذا فعل عاشرة أجا في القرآن أم لا، لأنه إذا وجد في القرآن فمعناته عندك شاهد من القرآن، إذا مش ما موجود كل شيء عند أهله. عشرة هنا لا أعتقد في عشرة، ليش العشر لكن عشرة لا موجودة أستاذي موجودة. وعاشرهن بالمعروف موجودة كمان. معناته عندك شاهد من القرآن كويس، وعاشرهن بالمعروف. على كل حال عربية يعني كلمة عربية وليست سريانية، يعني كان ممكن لأي عربي يرى أنه باشرهن لا معنى لها هنا. إذا نحن عندنا شاهد من القرآن أن قراءتك سليمة، لأن القرآن استعمل فعلا وعاشرهن. نعم، وحقيقة هي المرة الوحيدة الوحيدة اللي ثانية واحدة. وتعرف أستاذي جت في آية أخرى يقول وإذا العشار عطلت. العشار هي إحنا نقول مرأة معشرة يعني حامل، فهم علي؟ في اللهجة الفلسطينية هي بكرة معشرة معناته مرأة بكرة حامل. فهم علي؟ نعم. عشرة البكرة عندنا تعني حملت. حملت، نعم كويس. هل أنتم في لبنان تستعملوا هذا الفعل؟ لا مسلم على المعنى، لا ولا في سوريا. بس هو فلاحي. هو فلاحي. فلهيك مثلا واحد مسلم صار مسيحي قال والعشارون في الإنجيل، فهمت علي؟ تعرف العشارون لما سمع العشار هو الذي يجمع الضرائب 10%، فهو ما فهمها شو عشارون، قال يعني حامل. يعني قال احنا عندنا الفلاحين اللي بعشرة هو البكرة الحامل، فما فهم كلمة عشارون. فهم علي؟ اللي جت سوف نشرح لماذا يقال للمؤنث حامل وليس حاملة، وهذه نربطها بقراءة نعمة الله قريب. أيوة صحيح، سئلت هذا السؤال. إذا فأنت كيف تشرحها أستاذي؟ قريب، نعمة الله قريب. نعم. هذا شرحتها في كتابي أنه نهاية الكلمة أي بدل التعريف سريانيا هي اسم الإشارة ها، ولكن تحذف الهاء وتكتب الألف، فمثلا أعلاها الله تكتب الألف في آخر كلمة، وعند تعريبها تحذف الألف. أيوة. وتستبدل عادة بأل التعريف العربية، لكن بالنسبة لله أعلاها أصبحت الله، لكن أل ليست هنا أل التعريف العربية، وإنما إلها يعني العالي، يعني العالي. ولذا يقال عربيا بدلا من قال الله قال تعالى أي العالي. فإذا تحذف الألف في آخر الكلمة الله، وهكذا لجميع للمذكر. فبالنسبة للمؤنث، المؤنث عادة تكون تاء وألف في آخر الكلمة، ولكن عندما تكون الصفة في حالة الخبر تحذف التاء ولكن يحتفظ بالألف. ولذا عندنا مثلا تعبير صفات عربيا دخلت يعني في اللغة العربية، مثلا عن المؤنث بدل أصفر صفرة. أيوة. كان مفروض أن تكتب التاء المربوطة عربيا صفرت، لكن صفرة لماذا تكتب الألف؟ لأن في حالة الخبر. نعم. لكن هنا تبقى الألف، بينما في القرآن
نعمة الله قريب هي سريانيا قريبة بالألف. أيوة. ولكن بما أن هذه الألف شبيهة بالألف في الأسماء بالتعريف السرياني للمذكر وتحذف الألف، فحذفها هنا أيضا لأن ألف يعني اعتبرها كمذكر. ها أوكي. وهذا هو السبب لماذا يقال مثلا الحامل المرأة الحامل وليس حاملة. أها أيوة. طيب أستاذي أنت شو رأيك؟ هاي الآية إذن فيها عدة مشاكل، نأخذها كلمة كلمة اللي فيها مشاكل وأنت تجد لنا حليها. توافق معي؟ أنت بدك الخيط الأبيض، هي موجودة وباشروهن موجودة، ليش ما نقرأ كل الآية ونخلص منها هلأ؟ ما تحب، لكن بما أن وصلنا كما تقول عندما نصل يجي الصبي من صلي على النبي، بما أن ذكرنا الآن الخيط الأبيض والخيط الأسود، تعبير سرياني حوطة شفرة، خيط الصبح، خيط الصباح. أستاذي أقترح عليك قبل ما نصل لهاي الكلمة، هي موجودة بنفس الآية، نشوف كل الكلمات اللي فيها إن فيها مشاكل. طيب خير، هيك بنخلص من كل الآية مو كلمة ما واحدة. ما فيش مانع. أيوة شكرا أستاذنا. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ماذا تعني الرفث هنا؟ أنا أعتقد رفيوثا سريانيا، رفيوثا دخلت العربي بمعنى الرفاهية. أستاذي أنا كتبت في كتابي وأنت تصحح إذا أنت تفتفق ولا لا، أنا ما عندي شغلة يعني ما عندي مشكلة اللي تقول إحنا نقبل فيه. هلأ أنا أعتقد أن الكلمة في الأساس كانت الرفوث وليس الرفث. فعلا هنا في القراءة المختلفة جاءت الرفوث، هذا صحيح. أيوة، وهنا رفض، جاءت هذه الكلمة مرتين وفهمت بمعنى ما يستقبح من قول أو فعل بالعربي، هكذا فهمت. وسريانيا أنا كتبت تعني المضاجعة، مش مباشرة يعني دليل لذلك، لكن هي تعني الاستراحة. الاستراحة؟ الاستراحة إلى بمعنى المضاجعة، لكن تعني الاستراحة. طيب لا تعني المضاجعة. يعني الاستراحة يعني الاستراحة بقرب زوجته، إيه. الاستراحة تعني الاستراحة رفيوثا. ما هي الكلمة السريانية أستاذي؟ هي رفيوثا. رفيوثا رفيوثا رفيوثا، وتعني إذن هنا تحذف الياء قبل الواو وتصبح في العربي رفوث. رفوث وهي موجودة حتى في القراءة المختلفة، ودعني الاستراحة هي من جملتها يعني يعني أيضا يعني عكس التعب، ترفه. ترفه عربيا أصبحت ترفه. ترفه، حلو جدا حلو جدا. طيب يعني عربيا بمعنى الترفه. أيوة، لكن هنا صيغة سريانية رفيوثا رفوث، الترفه ليست صيغة عربية. الترفه إذا بتقول يعني عربيا الترفه. أيوة. بالهاء. فهمت. القرآن يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، هنا اعتبرت خطأ لأنه الرفض بنسائكم، يعني أنا شرحت أنه إلى أيوة أصلها على أيوة. ثم تخفف العين فتصبح همزة فتصبح إلى، ومنها تخفف تحذف أيضا إلى تصبح لا،
فعندنا تطور من على إلى لا. طيب. على كل مثلا إلى البيت حتى في الدارجة يقال رايح على البيت، على البيت رايح على البيت، ثم يقال إلى البيت، وأخيرا للبيت. عندهم أستاذي المفسرون المسلمون نظرية التضمين، قالوا إنه كان لازم يقول الرفض بنسائكم أو الرفض مع نسائكم، وبرروا الخطأ بأن يتضمن الفعل الرفض معنى الإفضاء، فالإفضاء إلى نسائكم. هكذا فهموها هم بنظرية التضمين. هل الكلمة الثانية اللي فيها مشكلة هي تختانون أنفسكم، فهمت أستاذي بمعنى تخونون أنفسكم بفعل ما لا يحل، ثم تأتي فعاشروهن فباشروهن، هنا أنت حليت هذه المشكلة، قلت عاشروهن، هذا فهم، هذا واضح. وابتغوا ما كتب الله لكم. أنا أقترح ما كتب الله عليكم، أن تتبعوا ما كتب الله وليس أن تبتغوا. أنا أقترح واتبعوا أو واتبعوا ما كتب الله لكم وليس وابتغوا. طيب كيف أنت هتغير هذول الأحرف عندنا وابتغوا؟ كيف؟ لا فقط التنقيط هنا لا يعني الرسم صحيح ولكن التنقيط خطأ. التنقيط حصل في المرحلة الرابعة يعني متأخرة. بس بتعرف أستاذي إنه القراءة المختلفة أعطتك حق. أشوف واتبعوا. واتبعوا هذا صحيح يعني منطقي أكثر. أيوة مكتوب، هو أنت شايفها عندي؟ نعم شفتها. أيوة نعم أيوة واتبعوا يعني إنه أنت ما غشيتها، ما قرأتها قبل. لا بمزح. لا أنا بالقراءة يعني قراءة القرآن منطقي. حالا لاحظت أنه مش معقول يكون ابتغوا، معناته اتبعوا. أوكي، فمعناته القراءة المختلفة تعطيك حق يا أستاذي. نعم هذا يعني المنطق وليس ابتغوا. أيوة اتبعوا. تختانون هاي معليش مشكلة. وابتغوا هذا قول واتبعوا، وكلامه لأستاذنا تثبتها القراءة المختلفة. واتبعوا ما كتب الله لكم. أنا أعتقد أنه تختانون علينا نقرأ تحتابون وليس تختانون. بأي معنى؟ بمعنى الحوبة سريانيا الخطيئة. بس هنا أستاذي فهمت بمعنى يعني أنتم تخونون أنفسكم. طيب ما معنى تخونون أنفسكم؟ يعني أنه يعني الواحد بغش مع نفسه. بمعنى يغشون أنفسهم معقول بهذا المعنى يختانون. لكن لا يقال يختانون، مش عربي. خان نفسه احنا نقول، ما بعرف عقل هي هيك. انا هشوف لك انت استاذي كيف هم فهموها واختانوا نفس واختانوا. للأسف هاي عليها كثير. أنا بشوف لك أولاً إن كان التعبير السرياني يعطي معنى أفضل. تفضل. حييب خيب خذل. فإذا حوبة بمعنى أذب أخطأ. بس ما هو أنفسكم؟ هل يعني تخطئون تجاه أنفسكم. تخطئون أنفسكم. نعم. على كل نوم فهموا تخونون أنفسكم بفعل ما لا يحل. مش بمعنى الخيانة، بمعنى الحوبة
ممكن يقال أن العربين خيابة خيبة. طيب أنت كيف حتغير الكلام هذا حتى تتفق مع الرسم العربي؟ لا فقط تنقيط، لأن الرسم صحيح. إذا تحتابون أنفسكم. هذا ما أقترحه، تحتابون من حوبة. أوكي أوكي أوكي، إذا هاي كمان حل آخر. باشرون نحن شفنا، وابتغوا شفنا، هلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الخيط الأبيض من الخيط الأصفر الأسود من الفجر. أيوة، أنت كيف فهمت هذه؟ كيف أنت تفهم هذا الأمر؟ أنا قرأت الطبري وشرحه صحيح، يعني عندما يتبين نور الفجر. طيب أنا أقول لك، هذا يسمى سريانيا حوطة شفرة، خيط الفجر، خيط الصباح. طب أنا أقول لك أستاذي شو كتبت عندي، ها، وبعدين أنت تصحح، مش ضرورة تتفق معي. ها نعم، هلا شو طيب هنا تفرض المشنة الصلاة منذ أن يتم التمييز بين الخيط الأبيض والأزرق. الأزرق تعني الأبيض سريانيا. نعم، يعني الأزرق هو الأبيض سريانيا. أيوة، في النص القرآني يقول الخط الأبيض من الخط الأسود. نعم أيوة، لكن في المشنة، المشنة يقولون التمييز بين الخيط الأبيض والأزرق. أنا يعني آراميا سريانيا مش صحيح، لأنه الأزرق يعني أبيض سريقة. أيوة أيوة أوكي، ولذا الرزق مقلوبة عن زرقة، الرزق هو المطر. أيوة، أنزل رزقا من السماء أو أنزل مطرا من السماء بنفس المعنى. طيب هلا المعنى يعني أنك لازم تفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. أنت نعم كيف... الأسود طبعا هو الظلام، يعني ظلام الليل. بس يعني يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بالنسبة لظلام الليل حينما يتبين يظهر الفجر، يعني نور الفجر. هذا المفهوم السرياني. طيب فهمت شو تحب تقول، هل يعني تقول ولذا يضيف عليها من الفجر، يعني يوضحها في القرآن. أيوة يذكر الفجر من الفجر. أيوة يعني نور الفجر بالنسبة إلى الليل. والليل ظلام الليل يسميه الخيط الأسود. خلينا نمشي خطوة خطوة علشان نعرف بعدين أعرف كيف أختصر كلامك. إذا ما عرفت أختصر كلامك مش عارف أفهم. يتبين لكم الخيط الأبيض، هل الخيط الأبيض يعني النهار؟ بداية النهار الفجر، لأنه سريانيا هو التعبير خيط الفجر. الخيط هو الخيط، خيط يعني مستعمل كلمة الخيط حوطة سريانيا، تشفرة تشفرة يعني نور الصباح. حوطة تشفرة. حوطة تشفرة. أيوة، الخيط الأبيض. إذن سماه القرآن الأبيض بمعنى النور، هنا الأبيض بمعنى نور الصباح. أها، هل كلمة الفجر يعني لوليدة يكون من الفجر. أوكي فهمت، بس أنا عايز أفهم، هل كلمة الخيط بالسرياني تعني خيط أم نور أم شيء آخر؟ لا تعني خيط، الخيط كما في العربي. نعم نعم، حوطة.
أيوة. يعني إذا أنت إذا عايز تكتبها بالعربي أو الفصيح تقول: وكلوا واشربوا حيث يتبين لكم النور الأبيض من النور الأسود. يعني بداية الفجر، مش فقط يعني طبعا، لا، نور الفجر. أوكي. هو عامة يفهمه. ولماذا يضيف عليها القرآن من الفجر؟ أيوة. وهو بالحقيقة سريانين، حوطة شفرة تعني خيط الفجر وليس الخيط الأبيض. أوكي. والخط الأسود شو تساوي فيه؟ هو الليل، يعني ظلام الليل. ظلام الليل. يعني في آخر الليل حينما يبدأ النور أن يتبين الفجر. يعني بالنسبة إلى ظلام الليل، إلى ظلام الليل. أيوة. يعني إنه واشربوا حتى أيوة الخيط الأبيض من الأسود، يعني حتى يجي نور الصباح. والأصح الفجر. الصباح هو معنى الفجر. هو الفجر صح. أيوة من الخيط الأسود في الفجر. نعم. ثم عامة أستاذي يفهموها إنه حتاخذ خيطين، واحد أسود واحد أبيض، لما تقعد تفرق بين الخيط الأبيض والأسود بتقول هلأ بدأ نور الصباح. لا، مش هذا هو صحيح. صحيح أنه شرحوه بهالمعنى، لكن لا علاقة لا بالخيط مباشرة، وإنما الخيط هنا بمعنى المجازي، يعني النور الذي يفصل ظلام الليل، الفاصل من الليل. أيوه. أوكي يا سيدي. أنا كل اللي حكيته مسجلناه. طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن. لا، إحنا فهمناها. وأنتم عاكفون في المساجد. هلأ أنت كيف تفهم عاكفون؟ أنا أقول لك شو أنا كتبت. عاكفون عكف تعني انحنى بمعنى صلى. عكف تعني انحنى. جاءت كلمة عاكف 7 مرات. نعم أستاذي، بمعنى ملزم نفسه بعبادة. بهالمعنى، لكن هي الكاف مخففة من القاف، لأنه عقف أو عفق سريانيا تعني أحاط، ولكن تعني أيضا حنى انحنى، منها بالعربي عكف. يعني هنا تقول وأنتم منحنون في المساجد. وأنتم ساجدون. أيوة. وأنتم عاكفين ساجدين. عاكفون يعني. عاكفون يعني هنا ساجدون. يعني. بمعنى مقيمين صلاة، مقيمين الصلاة. يعني محنيين ظهوركم. نعم، هنا عكف بمعنى سجد. سجد وأنتم عاكفون في المساجد. بعدين تلك حدود الله يا أستاذي. أنت أظن أنت عندك مشكلة مع حدود، مش هيك؟ حدود ترجمة حرفية من السريانية. أيوة. وتعني حدود أحكام الله. أيوة، أنا كتبت هنا أستاذي لأنه أنت ذكرت في مكان آخر. أنا أذكر شو كتبت والصحيح. هلا تقول حدود، جاءت كلمة حدود 14 مرة، وكانت حدود ترجمة حرفية لكلمة حومة السريانية. نعم، تحومة. تحومة هذا شرحت لك إياه صحيح. نعم، التي تعني حدود أو أمر وحكم وقضاء. يعني أولا حدود، لكن ثانيا بمعنى المجازي الأمر والحكم والقضاء. صحيح. أيوة، ومقابلها بالعبري فرائد. حقت حقوت حق حقوت حقوت بالعكس حقوت. وهذه الكلمة موجودة في اللاويين
اعملوا بأحكامي واحفظوا فرائضي، حقوقي. نعم، لكن هي الفريضة، لأنه حتى حومة سريانيا موجودة بالعربي بقلب الكلمة من حتمة بمعنى قضى. أيوة. يعني كان بالأحرى ترجمة الكلمة ليس بحدود وإنما بتحوم حتوم، يعني حتم أحتام بمعنى حتمة. هلا أنت يعني تقترح نغير كتابة الكلمة ولا نخليها كما هي؟ لا فقط، لا الكلمة صحيحة لكن هي ترجمة حرفية عن التعبير السورياني تحومة. أيوة أنا ذكرت هذا الأمر، ذكرت هذا. وهنا نعيد أيضا في المنهج، حينما تكون الكلمة عربية لا شك فيها مثل الحدود، أيوة. فعلينا أن نرى إذا كان هناك معنى آخر يطابق النص، يعني السياق القرآني من السريانية. وهنا تبين بأن الكلمة يعني ترجمة حدود إلى السريانية تعطينا معنى القضاء والأمر والحكم، وليس فقط أولا الحدود، صحيح الحد وجمع الحدود، لكن المعنى المجازي هو الحكم والقضاء. أوكي، حدود الله تعني أمر الله، أيوة، أو فرائض الله أو أحكام فرائض، ممكن الفرائض صحيح فرائض الله. أوكي، هلا أنت كنت عاد بعدين تتكلم عن شهر رمضان، أوكي؟ نعم شيخ رمضان، أنا حشوف لك كلمة رمضان وين جت؟ كنا فقط هذا يعني تلبية لطلب أحد المتابعين، صح، بما أنه شهر رمضان على الأبواب أن نشرح الآية حيث ورد ذكر شهر رمضان. هبحث لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكرنا بأن أنزل الضم غلط، وهذا الخطأ حصل في المرحلة الخامسة بالتشكيل، وعلينا أن نفهم أنزل فيه تعني ليس خلاله وإنما بخصوصه، بخصوص شهر رمضان أنزل القرآن تعليمات كيف علينا أن نتصرف في شهر رمضان. ما هو الفاعل اللي أنزله؟ إذا أنت قرأت شهر رمضان أنزله، شهر رمضان هو الفاعل، يعني شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه، أي بخصوص شهر رمضان أنزل القرآن هدى للناس. هو الشهر التعليمات هي هدى للناس. يا أستاذي أنا عندي مشكلة للفهم، ربما أنا مش واصلتني الفكرة، هل الشهر بينزل قرآن؟ الله اللي بينزل تعليمات، مو الشهر يا أستاذي، ولا أنا غلطان؟ لا، القرآن أنزل في شهر رمضان، القرآن هو هنا الفاعل أنزل، أي فأيضا أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بخصوص شهر رمضان، بينات هدى للناس وبينات من الهدى، يعني تعليمات كيف على الناس أن يتصرفوا في شهر خلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم. طيب لأنه أنا كنت حاب أعرف ما هو الفاعل تاع، يعني علينا أن أولا تبتدئ الجملة بشهر رمضان، هنا تعني شهر رمضان الذي، تعني شهر رمضان هو الذي، هو الشهر الذي أيوة أنزل فيه القرآن. أيوة أنزل فيه القرآن، يعني القرآن أنزل فيه بخصوصه، أيوة، هدى بخصوصه للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هنا البينات بمعنى يعني التعليمات
كيف على الناس أن يتصرفوا أثناء خلال شهر رمضان؟ أوكي، أنا هعيد الفهم، هعيد أشوف إذا أنا فهمت ولا لا، مش هنعرف بعدين كيف أكتب هنا المشكلة. نعم. شهر رمضان، أوكي. لا، هنا ناقص الفعل، يعني شهر رمضان يعني جملة اسمية ناقص الفعل، أي هنا شهر رمضان هو الذي، هو الذي أنزل فيه القرآن هدى، هو المفعول به هدى. نعم، أنزل ماذا؟ هدى للناس. شهر رمضان الذي، هو الذي أنزل فيه بخصوصه، أيوة القرآن هدى، بمعنى أنزل القرآن بخصوصه. هلا فهمت، هلا عليك نور، فهمت. الذي لأنه هم بيفهموها مثل ما أنت شايف كما قرأت، شهر رمضان الذي أنزل فيه، يعني الله أنزل فيه القرآن هدى للناس. لا، مش أنزل، مش صحيح. أولا، مش صحيح أن القرآن أنزل في شهر رمضان، حتى التاريخية مش صحيح. أوكي. يعني بشهادة الرواية العربية الإسلامية، يعني بالفرنسي ممكن تترجم le mois du Ramadan et celui à propos duquel le Coran a fait descendre oui. هدى للناس، une direction pour les gens. Voilà, c'est ça. أيوة فهمنا، أيوة. اعذرونا اللي ما بيفهم فرنسي، يعني هو أستاذنا بيقول كأنه يقول ممكن ترجمه بالإنجليزي، لأنه منهم تمنوا أن نترجمهم بالإنجليزي ليس فقط بالفرنسي. فهو يعني إذا سامي ما بفهم بالعربي فهموا إياها بالفرنسي، يكون أوضح. أنه هنا العربي شوي معقد. صحيح بجوز، أيوة، بس هو أوضح لي فعلا، بس أظن إنكم فهمتوا. أيوة. هلا فمن شهر، نعيدها، ممكن أعيدها. يلا. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل القرآن بخصوصه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حلو جدا. هل الفرقان، وهذه البينات تتبع، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا، هذه هي البينات. طيب أستاذي، هلا احنا عندنا كلمة، احنا كمان عندنا كلمة الفرقان هنا، بينات من الفرقان. هلا انا شو كتبت هنا، يا للأسف هذه الآية عليها كثير، شو اسمه الفرقان، جاءت هذه الكلمة 7 مرات، ويفهم الجلالة هنا بمعنى ما يفرق بين الحق والباطل. الفرقان سريانية تعني الخلاص، وممكن تعني أيضا بمعنى فرق، فصل. أيوة مثلا وقرآن فرقناه تعني بمعنى فصل، يعني شرح. أيوة. هناك فرقناه. أيوة الهدى والخلاص، إذا أنت تقولها طبعا، يعني باتباع هذه التعليمات يعني نحصل على الخلاص، الفرقان. أيوة يعني هو جلالين فهمت بمعنى ما يفرق بين الحق والباطل. لا، مش بهالمعنى، لأن الكلمة ليست عربية. صح، هي سريانية وتعني فقط الخلاص. أنا ذكرت في مكان آخر، أعطيت شرح مطول عريض. أيوة. هلا نكمل. فمن شهد منكم الشهر، وهنا صراحه ان الشهر ممكن ان يكون القمر. تمام. ايوه، فمن شهد، لأنه حتى كلمه شهر عربيا هنا يعني القمر، يعني دوره القمر. سريانيا هي سين، سهره تعني القمر وتعني النور.
ولذا كلمة السهرة عربيا تعني قضاء المساء على ضوء القمر، سموه سهرة. السهرة، نعم نعم نعم، لأن الشهر كمان أظن عبريا تشير إلى الهلال. هو القمر بالحقيقة، ليس فقط الهلال. طبعا بداية أول قمر يكون هلال، لكن مش معناه هلال. لأنه هم بترقبوا ظهور الهلال مشان يبدأوا الصيام. نعم، سموه هلال بمعنى بداية القمر، بدايته هو الهلال، بس هو من جهة تهلل. يعني التعبير مثل ما يقول بالفرنسي أونوماتوبي. أوكي، فليصومه. يصوم ماذا هلا؟ يصوم ماذا؟ الشهر، الشهر، كل الشهر طبعا. فليصوم رمضان. طبعا شهر رمضان. يعني عند مشاهدة الشهر أو الهلال عليه أن يصوم، يعني في بداية شهر رمضان، دليل على الصيام، على صوم شهر رمضان. هم فهموها أستاذي عامة، فمن منكم شهد شهر رمضان، يعني 30 يوم هدول، فليصوم 30 يوم. لكن أنت بتقول لا، فمن شهد منكم الهلال فليصم رمضان. نعم، يعني شهر رمضان طبعا، يعني هو الدليل على بداية الصوم. أيوة هكذا. أنا صديقي يهودي قال لي إنه عند اليهود فقط من يشاهد الشهر، هم مشاهدين بيشاهدوا القمر، فهدول هم فقط المفروض عليهم الصيام. فمن شاهد منكم الشهر، مو كل واحد، فقط من شاهد، لأنه بيقولوا شهدت الشهر، نعم شاهدته، فبروحوا عند رجال الدين كلهم احنا شاهدنا. لا، لأنه طبعا في تلك الأيام ما كانت في أخبار ولا يذيعوها، فكان على كل شخص أن يرى، أن يرى يعني أول بداية القمر. أيوة، يعني على كل شخص هو أن يلاحظ إذا تبين الهلال ولا لا. هو كان يقول، أنا عملت حلقة عنه ومعاه، يقول هدول الاثنين اللي شاهدوا الشهر هم فقط عليهم صيام رمضان، مو كل الشعب. طيب هذا غير موضوع. إيه؟ إذا كان عند اليهود الوضع يختلف في القرآن. أيوة، فلهيك هو فمن شهد منكم الشهر، يعني الهلال، فليصمه. هنا اختلف الوضع فعلا، فليصمه. أقوى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيوة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. نعم، عايز شيء تضيف أستاذي؟ نعم. أو أكمل؟ لا، يعني أعتقد أنه هنا واضح. ولتكملوا العدة، يعني عدد الأيام. نعم. ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون. حلو جدا. إذن احنا هنا شهر رمضان، احنا فهمنا شو بيعنوا فيه. اوكي، هذه هي وليدة. ممكن إضافة فقط، لأنهم فهموا بأن القرآن نزل في شهر رمضان، وضعوا ليلة القدر في آخر شهر رمضان. ايوه، يعني احتفال بليلة القدر، يعني كما رأينا هي ليلة الميلاد، عيد الميلاد، ميلاد المسيح، وضعوها في شهر رمضان. أيوة، لأنهم فهموا أن القرآن نزل في شهر رمضان بسبب هذه الآية.
بسبب هذه الآية ربطت، بسبب هذا المفهوم. نعم أيوة 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 أيوة، بسبب هذه الآية فهم أن القرآن نزل في شهر رمضان. نعم أيوة أيوة، هذه ملاحظة كويسة، وهذا سأضيفها سأضيفها في كتاب. نعم، لأنه تاريخيا مهمة، لماذا يحتفلون بليلة القدر في آخر شهر رمضان؟ نعم نعم أوكي أوكي. إذن إحنا هذه هي الكلمات اللي أنت كنت عايز توضحها. نعم. هل صارت 50 دقيقة أستاذي؟ أنت كنت حاب تكمل عن موضوع ملك اليمين، مش هيك؟ نعم نعم. نتوقف دقيقة مشان ما تكونش الحلقة أكثر من 50 دقيقة، ونرجع بعدين نشوف موضوع ملك اليمين، ماشي؟ نعم نعم. أوكي، خليك معي، أتوقف الآن.